بنك القاهرة عمان من 15 سنة على دوار الشهداء المصبني. باتجاه المستشفى الوطني. باتجاه بلدية نابلس مبنى البلدية. ها هو مبنى البلدية. ايش عليها من السلطات بعدها زي ما هي. هون تغير. مركز باصات التميمي سابقا وسوق الحدادين الشرقي. زي ما هو لحد اليوم ما فيش تغيير. جاء ضربة حزب الله. شركة منصور لا تزال. الحسبة هذه موجودة لحد هلا أكم محل. مجمع السوق الشرقي هنصار محل خضار وضوء إشارة مرور. هون انتقلنا إلى شارع فيصل. اليوم صار في تغيير. هاي محطة التميمي. بنزين التميمي لا نزال في شارع فيصل اللي هو كان المدخل والمخرج لمدينة نابلس، والآن أصبح دخول فقط باتجاه واحد. هنا التربية والتعليم. هلا باتجاه العمارة يكسر ايدين اللي هدموها. ساق الله على المحافظة، مبنى المحافظة، وهذا سجن نابلس. هذا سجن نابلس. أجيب شارع عمان. نحن باتجاه شارع عمان حاليا. عراك التاية. هذا شارع عمان يا دكتور. ها مش جاي يا دكتور. لأن سوالي إياه هذيك اليوم هو كان لي بس يسوي هذه هيك ونسيت. أنا أتهم بت سمير جودي وشركاء. هذا شارع عمان. أيوه كان يب. هلا جا هلا تمام. هلا سكرت الشباك. هذا شارع عمان. مرينا على شارع إيش اسمه محل بوفينا. والله
منيش ضل هسه مسكر هون صار تغييرات. هلا بناخذك على من جد محل جوزليانا. هاي الجيش يعني خلص انه بيجي على شغل لا اخي مش عندنا خلص بس نوصل الدكتور عنده موعد ناعي عشيرة الدوكات في الوطن والمهجر الشهيد ابراهيم عادل الدوكات رحمة الله عليه. ايه هاي في ارسنا كده يا دكتور مش معزوم نيت؟ المكبرة هاي المتحفونة. اه المكبرة اللي بدك نروح هذا محل جوز شو اسمه هذا محل